زي ما قلت لكم اخترت من كيلو سمك، اخترت السالمون، راح نسويه بوصفة جدا لذيذة ورائعة، وصفة مشهورة جدا وشهية شهية شهية. راح اقدمها مع بطاطا الوجز، تقدرون تقدمونها مع بطاطا مهروسة، تقدرون تقدمونها مع باستا كريمية، تطلع برضو مرة لذيذة. وراح ايضا اسوي نفس الوصفة بس بالروبيان، للي ما ياكل سالمون ياكل روبيان، ونفس التقديم برضو راح اقدمها مع بطاطا وجز ومع ذرة. خيارات التقديم، تقدرين تقدمينها مع خضار، مع بروكلي، مع جزر، مع كوسة، مع فليفلة ملونة، اللي انتي حابتها. بس انا زي ما قلت لكم مع بطاطا وجز وذرة. خلونا نفتحه ونشوف. وعلى فكرة كيلو سمك مقدمين لكم خصم 10% فقط لمتابعاتي ولفترة محدودة. زي ما قلت لكم من الموقع الإلكتروني تقدرون تطلبون الشيء اللي أنتوا تبونه والشيء اللي أنتوا حابينه، راح توصلكم بسيارات مبردة إلى باب البيت وصيد اليوم. وش رأيكم نفتح السالمون؟ راح أفتح معاكم نغسله والنشفة، والبحري ما تنغسل كثير، وإذا صارت فريش زي ما انتم عارفينها فريش، شوفوا ما شاء الله تبارك الله كيف، إذا صارت فريش ما تحتاج تتبيل كثير، تقدرين تشوينها أو تقدرين بالمقلة تقلينها. أنا راح أستخدم تكنيك الشوي اليوم. إيش رأيكم نفتح الروبيان؟ يجيكم كذا منظف والسمك يجيكم نظيف على حسب طلبك مثل ما أنت تبينه. طيب نفتحه، نطلع صحن الروبيان ومغلف بهذه الطريقة بالفاكيوم. شوفوا حبات الروبيان كيف ما شاء الله تبارك الله نظيفة وكل شيء. بس على فكرة السمك ما يحتاج غسل كثير، إذا غسلتيه كثير يصير زفر، فتغسلينه كذا على السريع وتنشفينه بسرعة. تعالوا نشوف مقادير وصفتنا. عندي السالمون والروبيان، تقدرين تختارين واحد منهم، تقدرين تسوينها مع أي شيء، بس هذه الوصفة بالذات لذيذة جدا مع السالمون. عندي شبت، تقدرين تستبدلينه إذا ما تحبينه بالكزبرة أو البقدونس. عندي عصير ليمون، عندي ثوم، عندي بابريكا، عندي زبدة، عندي كريمة ممكن نخففها بشوية موية أو شوية حليب أو شوية مرق، عندي ملح، فلفل أسود، وزيت زيتون. شفت المكونات مرة سهلة، ما تحتاج بهارات كثيرة ولا شيء، لأن الأسماك حقتي كلها فريش وطازجة. راح نسوي بنتبل الأسماك حقتنا بزيت الزيتون أول شيء، وشوية ليمون، بس خلينا نخلص زيت الزيتون أول من الوجهين، نخلص الوجه الأول بعدين نخلص الوجه الثاني. بحط شوي ليمون، لا تكثرين، نحط البابريكا زي ما قلت لكم اللي راح اسويه في الوجه الاول راح اسويه في الوجه الثاني، الملح، الفلفل الاسود، هذا الفلفل الاسود، سوري، هالزيت الستاند والملح. قلت لكم تقدرين تقلينها بالمقلة ساخن جدا يكون او بالفرن. اذا قليتيها بالمقلة تحطينها على هذا الوجه اول، انا بس اتبلها، تحطينها على هذا الوجه اول، بعدين لما يصير هنا الى النص لون وردي تقومين تقلبينها على الوجه الثاني، الوجه اللي فيه القشرة. طيب خلينا نتبل ونرجع. الان يا جماعة شغلت الفرن على حرارة عالية، حرارة 200، وراح احط السالمون حقي في صينية فرن زي ما قلت لكم، تبون تحطونه في، والروبيان بحط على جنب، بس حاولي ما يكون كذا فوق بعضه، حاولي تفككينه عن بعض. الروبيان راح ياخذ وقت اقل، يعني هذا ممكن 20 الى 30 دقيقة، والروبيان ربع ساعة وهو جاهز، فراح اطلع الروبيان بعد ربع ساعة. صار كذا جاهز يا بنات، راح ندخله الان الفرن. ضروري تشغلين الفرن قبل فترة، وقبل ما يخلص بعشر دقايق ابدي جهزي الصوص حقك. راح نحط هنا يا بنات الزبدة، كمية كذا حلوة من الزبدة، راح نضيف كمية حلوة من الثوم، خليها كذا حلوة وراهية، وما نبيها تصير بنية بس نبي ريحة الثوم يطلع. عندي الروزماري طلعت ريحة الثوم مع الزبدة مرة حلوة، عندي الروزماري حطيتها بس ماني مكثرة. أبى أحط عصير الليمون،
تشمون الريحه اللي اشمها. طبعا اذا ما عندك روزماري وعندك زعتر ثايم حطيه، ما عندك خلاص مش ضروري يعني، الشبت يكفي. الريحه تجنن تجنن. راح اضيف الكريمه، ممكن تخففينها بشويه مرق او حليب. راح نضيف الملح والفلفل الاسود، ممكن تضيفين بابريكا اذا انت حابه، او شرايح الفلفل الاحمر الحار، وانا هذا اللي راح اضيفها. اختياري يا جماعه شرايح الفلفل الاحمر الحار، انا احبها صراحه فبحطها. اخيرا وليس اخرا الشبت، نخليها تتكثف شوي، نزيد الكمية الشبت. أكيد متحمسين تشوفون السالمون، ما شاء الله تبارك الله. بحط على جنب لأني لسه بحط هنا كم شغلة. وهنا الروبيان حقنا، لو تذوقون الطعم الطراوة يمي. طبعا ذقت الروبيان أصلا وهذا يستوي، أنا قاعدة آكل روبيان. نحط عليه الصوص، صوص الشبت خففته أنا شوي، بس أنت عاد تتحكمين بالقوام، خففته. طعمه يا جماعة شيء خرافي ولذيذ جدا يمي. خلنا نزبرقه شوي كذا ونسوي له جلسة التصوير. طبعا وقت الزبرقة تعرفوني لازم الورقيات. الصحن الثاني هنا كرملت ليمون للزينة، ايش رايكم؟ يلا نسوي له جلسة تصوير. خلصنا يا جماعة جلسة التصوير، شوفوا ما شاء الله تبارك الله السمك حقنا، وأيضا الصوص. الصوص حكاية، الصوص الحالة حكاية. نذاذة هذا السالمون، هذا السالمون. الحين بجيب لكم إياه، بس دقيقة أصور. الحين حبيبي يا حرام اشتهى. طيب الروبيان يا مي يا مي يا مي، اعتمدوا انتم غامضين.